قصة دي لما انت وحيك وصاحب سنتا هاي نين مسكين فقير لكن قبل دي سفي عن التربية دي بري اني اخلاق ذا وناك سنتا هاي وحق امهم سن وابن ادم كهلي كرب ايو قبر وحبرتي لكن التربية سي قبل دي ذا اني تحي قبر سرو هوية دي ذا متعلمة هاي أبهد متعلم يهي يعني دكا كرأي كهوسيان إيذن قفص رأيتهي فقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورأي لي المنور جوكتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة والبئية قصة عصب قصة دينا ما انتو حيكو صاحب صنتهي لما فاميلي فاميلي فقير نيني ناكتيسة وهل قبر لها إيوه فاميلي وحبرتين ومتعلمين وريما قال ايه او هالقبر اي غنى له فاميل كان عرورتو ذا سي وتربية ذاستين فاميل كان عرورتان سيكالي وتربية ذاستين حدا بلبدان فاميلي عرورتو ذا سيدي وتربية ذاستين تربية ذا في عن لبدان فاميلي عرورتو ذاني محال حمري دونتو ولا قصة هنا وقصة حقيقة وحي كان عضي مصر ملي لها قاهرة أي كان عضي وحي جري جري نين بواب بواب معنى هذا وحوي عمارة ظهر يا دير لدقين يهي نين واردية دي نين كاشق دي سمرك وحوي دك العمارة دا سواردينا دك عمارة دا دقن دنة وشقينا قفكي نيانيا روا قفكي بصل روا قفكي كنيني لو سوق بنا وقتي كستال سوعة وشقيا ساسي وشقيا محاد عي مركنين كان نين اسكفي عنو اها ودين له فقير واي دين له السيقة يحاس كيس إلهي وحوسي هل قبر كليوسي وحو قوان سيد مركي قبر دان إنو سفي عن وح أبرو قبر دي واسوي ناتي أسام مركي قولي وحو كباري قرآن كو كباري سيدي وحلو قرو سيدي وحلو أقري حساب تيو باري ما دوين كانونو باري لكن لحاك او اسكول كو جيو ما هيستو قبر دي سا اسكول لآن اياكو دعضا مالي مال ماها كميده ninkii bawaabka iyo gabadhiisa yar oo is ag fadhiyaana wax suqul qoreen waxaa soo martay maama kamid ah maamooyinka guriga degan cimaarada degan dhaqtarad waaye markaas ay tirmaan shabay salaad seetiin fi antihiin ha gabadhaada maxaa gabadheedaha maasha Allah way warwareysatay waxay arkay gabadh maasha inay taftahay kalaas ka dhigatay markaas ay tiri iskuul ma dhigatay taa maxaa dhacay aabaheeda fiirisay maxaa gabar iskuul u geeyays aabihi hoos u fiiriye booyaab markaas tiisay waxu jira maxaa gabar iskuul u geeyaysay markaas wuxuu ku yiri lacag aan ku geeyo ma haystii gabadhaan intaan ka shaqeeyo cunitaankeedii cabitaankeedii anagu nagu filinayay iskuulkiina lacag waaye lacag aan iskuulka gabadha ku geeyo ma haystii ninkii wuxuu yiri sidaa darteed gabadheeda aniga wax barto maadaama haysan lacag aan wax ku geeyo cala laqal si wax loo qoro si wax loo aqriyo waa baraa اختار دي وحي تيري ما يسامع انفع عيسو سكول كي عرورتي ذا لكتان ايام كو جينا كبر دادا مركز يو لعقا كو جينا مهيس مركز تيري هكولوني مركز يو سكول كاس غالي ووحي تيري واحد مالحان صباح اسلام مركي بوا نقضان حتى قولي اذا ميسين كنين وا نقضان سكول كي تكتي مركز يو حي تيري قبر نعان هوا انا قر والي يقانا قف اختار دوايا والي يقانا هاي قبر المي هالا قر قر فيقا ما يقاو ابليكيش كان بوحي فيقا لبحي لعقت انا ويسو شفت وحي تري بوقت هذا واحد انا واكني انا جاي من جي اسكو حل ريجستريشن كو سمي سنه كي يسوس كي سودر انا لعقت ودا بحينا اني سكول واي هو يري جبدي مركه مالتي كو حكت بو سيدي اي سكول كو بلودي جبدي فرحت ابيهنا فرحت هويدي فرحت ولود عي دخترتي جبدي مالنتي كو باد سكول كاديس مركه وحا كحيس دخترتا كحيس المهدي لك حيس بابور كي لا صارتي سكول كي جيسي gabadhii gabar oo waxbarashada xiiso u qabta waaye xoogaa basicna way taqaanay waxay u baratay markaa iskuulka dhanay number 1 ka noqotay waxaa iskuulka la keenay markaa gabar kale oo cimaarada degan ayaa la keenay laakiin aad u kibir badan almihim gabadhan waa mutaallima dhakiya gabadhan xoog iska faashil waa gabadh dalac laga badiiwa labadii gabadha isku kacay isku dhaceen markaa gabadhii bawaabka ee daabeed xaariska ahaa iyo gabadhii hooyadeedna injineer ka yahay tahay aabaheedna ninka businessman ka yahay laakiin cimaarada degan maalintii koobaad gabadha kibirka badan ma ogin gabadhan waxay tahay maalintii imaanayayna waxay ogaatay aabaheed inuu bawaab yahay uu faqiir yahay
waxay go'aansad markii gabadhan inay dhinto. Maalintii kale waa la isku dhacay gabadhii marka oo hooyadeed injineerkii yahay aabaheedna ninka lacagta yahay waxay caysay gabadhii kale bawaab waxay tiri gabar xun oo bawaab baa tahay saana tahay gabadhii bawaabkiidana way xanaanta waxay tiri akhlaaq ma leedihi bawaab adaan inaan macnaheedba inaan qof xun ma ahay hadda jaahilteeda waxa qoonin adi laba gabadh isku dhaceen waay gabadhii kibirka badneed marka waa oysay way tagtay hooyadeeda u sheegtay iyadoo oyneyso hooyadeed maxaa kugu dhacay gabadhii bawaabka dhisay saas miy ahaa maalintii kale iyadoo iskuulka la joogo ayay imaatay gabadhii bawaabka dhalay inay inta qabatay ay ku qaylisooya waxay tiri gabadhayda haddaa mar kale la hadashid aniga ku kala jibinaay ma taqaanaa gabadhaa ma taqaanaa anigana injineer ahay aabaheedna business waay gabar xun waa bawaab oo xaaris xun ku dhalayaa tahay aabahaana shaqada waa ka raacdaynaynaa gabadhayda marka arkood uma fiiri karti idabi akhlaaq mama leedihidi gabadhii yareedoo bawaabka dhalay ama xaariska dhalay ama securityga dhalay way rumaysan weysay qof weynoo hooyo inay saas ula hadasha ardayda dhexdeeda gabadhii way naxday way xanuunsatayba isbitaala la geeyey dhakhtarkii markii la geeyey gabadhan waxay dhaheen waa waxaa ku dhacay shaaga ku dhacay waa waxay filo weysaa ku dhacay isbuucay isbitaalka ku jirtay dadkii cimaaradda deganaa marka oo dhakhtaradda ku jirta arrintii ay maqleen waxay dhaheen abaddan arrintaa lagama yaabo inaan ka istaagan gabadhan kibirka badan inay waalatigan boliis ugu tageen boliiskaa loo sheegay waxaa la yidhi gabadhan kama ogola arrinta inay saa samayso waxay nagu samaysay ninkaanay ku xadgudubtay shuhuuda la keenay iskuulkii loo tagay warqadaa laga soo qoray duqii marka waxaa la yidhi haddaa dacweyn weysay ninka bawaabka gabadhaada gabadha maamada saan u gashay annagaa dacweyneyno ninka wuxuu yidhi iska cafino ma jirtaa layidhi ninkii uu tegay marka wuxuu ugeeyey boliiska ayuu report u sameeyey naagtii injineerkaad istuushinkaa laaga yeeri boliiskaa u yeeri waxaanaa samaysay way rumaysan weysay waxay bilowday markii inay oyso amii maxkamaday gaartay iyadoo oyneysa markii dambe u timid bawaabka u timid markaasi waxay tiri waxaa rabaa inay cafisid ninku wuxuu yihi maya naagtii gabadhii saas u gashaa tahay laba isbuuc gabadhii isbitaalka jiiftay lagama yaaba inaan ku cafiyo maxkamadaa la tegay gabadhii waa soo fiicnaatay marka oo bawaabka dhalay dhakhtaradiiyaa isbitaalka ugu tagtay markaasi aga sheekaysay qisadii markaasay tiri haddii maamadii maxaa ku samaynaysay waxay dhaheen gabadhii yaris kula dagaalatay iskuulka waa laga raacdeeyey maamadiina waxaa maxkamaa la geyna gabadh yared way oysay marka waxay ku tiri waxyar waa ku baryaa gabadha yar dembi ma laha gabadhaan isku facnahay waaye yaa iskuulkiyaa laga raacdaynin hooyadana waxay tiri ilaah dartiisa loo cafiyo waxaa laga yaabay inuu ilaahay kusoo hanuuniyay ee hooyada ilaah dartiisa loo cafiyo dhakhtaradii way rumaysan weysay meeshii ku oysay markaase waxay ku tiri hadda ma waxaad leedahay maamadii saas ilmaha hortooda kugu caysay iyo gabadhii saas kuu gashay in liiska cafiyo waxay tiri ha hadda ay jeceshii taa la cafiyo dhakhtaradii wuu uysay gabadhii xadun hag soo siisay way baxday aabaheeda u keentay waxay tiri gabadhada saasay leedahay aabihii wuxuu yidhi markadii gabadhii saasta waa cafinina waa baxay aabihii iyo gabadhii dhakhtarada israaceen jaajkii maxkamadii tageen waa ka tanaasuleen waxay dhaheen dacwadii waa la noqsanay gabadhii injineerada gurigeeda lagu tagay waxaa ilaah dartiisa kuu cafin waxba lagaama rabo maamadii injineertay ahayd oo kibirka badneed ilmaheedana si xunta u tarbiyadaysay way rumaysan weysay way oysay waxay ogaatay marka xaqiiqada runta inay tahay walaaltinimada kibirkana uusan wax u taraynin way soo degtay way imaatay gabadheedii soo kaxaysay ninkeedii soo kaxaysay bawaabkii u timid waxay dhaheen qaladaan sameynay raalli ahaada bal annagaaba ida baranayna cafiya raalli ahaada intaa keliya kumaysan joojininin naagtii injineerkeeda ninka businessmaanka ahaa meel weynoo howl weynoo cimaarada leeday inay ijaareen ee xoolo qaleen ee dadka meesha deganee dhan isugu yeereen waxay dhaheen maanta qada waaye waa wada qadaynayna hal faamilaa nahay ninkii bawaabkan soo fariisaa la yidhi walaalkeena taa naga mida tahay hal walaalaan nahay markii meeshii la siimay naagta injineerka waa istaagtay gabadheeda yarna waa istaagtay ninkiina waa istaagan waxay dhaheen waxaan galnay qalad waxaa idinka dalbanaynaa cafis dadkii dhanna waa istaageen waa farxeen waxay dhaheen boqolkiiba boqol cafisaa tihiin ibni aadam walbuu qaldamaa laakiin waxaa ugu fiican dadka qaladkiisa garto qaladkiinana waa garateen annagana waa idin jecelnahay tanna waxay dad oo marka hore si fiican loo soo tabiyey inay ahaydeen ninkii bawaabkaa istaagay asina wuxuu yidhi ilaahay waxaa idinka markhaati gelinaynaa faamilkan iyo caruurteeda ilaahay dartiisa inaan cafiyey gabadh yareedaa istaagtay iyadana sidoo kale walaasheed gabadh yareed kaleeda hag siisay meeshii farxadii ku dhammaatay maasha allah saa ujeedaan qisadan waa qiso aada u qiimo badan faa-iido badan qaar ka mid ahna idin sheega inta kalene idinka idin laga raba soo qoro ha iloobina bakhiilna ha noqoni faa-iidada koowaad caruurta in si fiican loo tarbiyeeyo waa waajib waalidka saaran waaye
اما فقير اهاو اما حول الله هاو اما متعلم نقو اما جاهل نقو المها غوا انا اترب بيديسي المها كلا مركي لا دقمايسي ايكوال اني اولا دقمان ها اتربيدين المها اني المها كلا كفي عينهن ميا قرد واي المها غانا ساسكو بربراي و انا اتربيسي كان قفكستو اسكولك كولو ديكت اما قفكستو بنانك اكو اركيسي و ابن ادم سيدا روكولا هوي يا ابو لي هاي هادو درحم وتو اما انت في عن اوسن هاي سنين معنى هذا ما اهن انو سنك انو كا هوسي لكن نعم الهي اوكسي واي الحمد لله ده ولا كان اتمني وحا هاي ستدو فاذا ذا لوات والدين تقارك وذا قار اهان هوي ذا مركي المها وح اصو شيغان ايغو هبسنين ايي رميستانو ويقب صداري دقالي كوكالان وحاس موانا اكسنو المهاغا هنا عكوما قلايين قبريغا المهاغا آخر كوما دفاعيين المهاغا وارون آباتا هويتا واجحشا هاي قفكي لمن اسلام مركي وحناقي سام مركي وحكوشي ياكو سمي لاذا لكن وحالو باهي هاي عاطفة قلبي كسو بحيسو عقلي إناكو كنتروشي دلو باهي ترى إذا قل أوكي مالاقيا بعنوكي إنو قلدين هاي محاسا لقو سمي كلاس كده محاكلي أساس لقو سمي وحالو باهي إنا سويديس سؤاشي سويديس ترى إذا قل محادعي لكن إنا أذيق أهر مرتد أو تراهد واصح سنتهي موناك سنعسك إلى الخير الله كسية فإذا ذا سدحات عرور تلات ربي يذينا ضدك فقيرين تنسفي عني أتربي يذان ما أهن ضدك متعلمين تأمل لعكت لأن عرور تلسحوني أتربي يذان ما أهن قف والبا معدن كيسي كحران تهي هذا نين كان بوابك وحا الميسة اسكول أجي بنات اختارد واي أو حولال أي أجيسي المهيد برتي إني المهان كلا ولا ليهين أجاتي ضدك إني سميهين وحا براتي أما حولا لاذا معنى هذا ما كان كلا إناك هو سيسيد قبل إنجينير كتربية ذا دوحون أما كبيرا قال الله قيابا ما ندتك قاركو ذا مرة بيني أفهمان ندتك فقيرين تعروس في عنا وتربية ذا ندتك حولها لها عروت وعيال سوقي ومية صح ما عن هذا الكاس بل وحالا عكس إني تاي سمتايمز ندتك حولها لها عروت وصفي عنا وتربية ندتك فقيرين سيحون تربية الله قيابا تربية ذا كمي حرنو قفكو وحو هايستو فإذا ذا أفراد هدي وحلو وسمي كنت لقل إنا عفسيت عفسك وحو ناكسن واي هدي ما يوالي قردر ناضي إنا كأرصة واي إنا جيل كسوه بصد واي مية هدي ما لقى في عين لأن حق أولا ذا باي ذا ويوا هدي لو قردر إنا إزدفاع ذا حق أولا ذا إلهي يروى جزاء سيئة سيئة مثلها لكن محوير فمن عفا وأصلح فأجره على الله حتى أجره مش محالي أجره على الله عفسك وفي عين قفك هدي وواحد قد بأعفسيت الدون إله وقو إرالنا وكو عفنا آخرا وحالها جنة عرضها السماوات والأرض إنا قشت سويلة سورة العمران نوشي وسارع عمرك يروي جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين يا واي الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس مركدتك عفي هدا عفس وحالها إنو أذين إله أجرك سي عفي فإذا ذا شنات هدا قلت قشت قلت كصوم هكو سي أدكانين وقلتنتي وأغاتي خالقين كبحي يا سوا قلدمي ابن آدم من ذا الذي لا يخطئ يا وقف كان قلدميني يا ويقف كيده كرمانت ما قلدمي انت لن افير سنيس من جرتو ابن آدم وكل يوم ذا قلدمينا انا قلدما اذيقا قلدميسي كنوغوين اي كنوغير وقلدما لان رسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ كل وآلة الحصر ابن آدم والبو قلدبا لكن يا في عن لو حاوية كن أصو النقضة وخير الخطأ إنا تواب كن صو النقضة في عن هذا نيكا إناك تيسا إنجينير مامضا إلم هذا مركي أركيني قلدمان كميسن كيبرين واهو قاعدين عفسكي كفائديستين رالي قليني بيحن انتا كلمة قد يسمين عو حي سمين اعتذار عام يسمين قالت كوضا سدد كورتيسي آقا ونقضين كن رالي قلين واقيسين نما إيرهاقا نما ددك بدي إيسان هاي سنين فإذا ذا اللحات إيا التضبات سديدات سيغالات إيا التضبات أذيك على قربة إنا سوء قلتك بخيل هنقوين خير الله كسية جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وإنو جمعة سوى صعود إيا قصة عصب إلا جمعة سوى صعود لا يقارع محالة قربة إنا دقي ستيد كفائدي ستيد كعمل فشيد ولا لها كلانه وسي قد بسيد بخيل هنقوين خير الله كسية وحالة قفنو دقي سوى سفيا على قفائدي ستيد
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.